يروح بقى على ليفربول. تعالى بقى ننتقل مرة تانية، لأن كان في خبر محزن امبارح، وأعتقد ناس كتير جدا كمان على السوشيال ميديا كانت حزينة حقيقة وعبرت عن حزنها. نادي ليفربول أعلن عن وفاة هدافه التاريخي في الدوري الإنجليزي روجر هانت، الفائز بإنجلترا، بنتكلم بكأس العالم لكرة القدم، ده عام 1966. هانت مات عنده 83 سنة بعد صراع طويل مع المرض. وأعلن النادي في بيان الحداد على وفاة الأسطورة روجر هانت، قال النادي كده تحديدا: هانت حصل على لقب فارس وسيتذكره عشاق النادي إلى الأبد باسم السير روجر. بالمناسبة كمان هو سجل 3 أهداف خلال مباريات إنجلترا للفوز بكأس العالم، وأيضا كان الهداف التاريخي لليفربول، بنتكلم في 5 مسابقات برصيد هنا 285 هدف في 492 مباراة. ده حتى يعني هذا الرقم خليني أقول لحضراتكم، مع ذلك فلا تزال حصيلة المهاجم كمان البلغة 244 هدف في الدوري الإنجليزي، ده رقم قياسي يا كريم للنادي طبعا. وساعد كمان هانت ليفربول في الفوز بلقبين للدوري، وأول ألقابه كان في كاس الاتحاد في موسم 64-65 لما سجل في النهائي كمان أمام ليدز يونايتد. فاسم كبير جدا أكيد، وزي ما كنت بقول لحضراتكم أحزن الملايين. ف يعني بس هو يعني الله يرحمه بس هو 83 سنة طبعا، بس زي ما بيتقال برضو صنع كتير جدا، رمز من رموز ليفربول وتاريخ طويل جدا مع يعني المشجعين الإنجليز من أزمنة مختلفة ومن عصور مختلفة.